لكم بعدا اول حاجه كنعزيو عائله الضحايا ديال المشجعين ديال اتحاد طنجه اللي ماتوا توفوا في العرايش اللي راجعون. ثاني حاجه موضوع ديال مقابله ديال وداد فاس والرجاء البيضاوي هنا كاس العرش، فاحنا كنرحبوا بالجماهير ديال كلا الفريقين وجميع جماهير المغرب. حنا كنطنجاو حنا كتعرف قال كبير وقشابة واسعة. المهم مرحبا بكم. ان شاء الله حنا طالعين حنا والدراري هيدا، ان شاء الله نطلعوا نتفرجوا نشطوا ونشوفوا منه الفوز للرجاء، رجاء الشعب. واخا انا طنجاوي كنشجع الرجاء. السلام عليكم، كنرحبوا بجماهير الرجاء البيضاوي وداد فاس بنصف نهائي كاس العرش. مرحبا بالجميع. كنوجهوا التعازي لعائله الضحايا اللي ماتوا في حادثه السير لجمهور اتحاد طنجه، وكنرحبوا بفريق الرجاء ووداد فاس، مرحبا بهم. ملعب طنجه راه مفتوح لاي فريق في المغرب ولا خارج المغرب. اش غنقول لك اخويا، مرحبا بالدراري ديال الرجاء والدراري ديال وداد فاس، والله يرحمهم الدراري اللي عملوا كسيده هنا في طريق العرايش. نطلعوا ان شاء الله، نطلعوا نتفرجوا. انا كنقول الرجاء غتغلب شي 3-0. بارديدو مزيان، طنجه دائما كيتنظموا فيها بارديدوس مزيونين بحال هذا، بحال برشلونه وسيفيا وباريس وموناكو. المهم مرحبا بالجماهير ديالنا وداد فاس والرجاء البيضاوي، ومرحبا بالمدن كامله. يعني ترى طنجه شي حاجه مدينه مزيونه، ومرحبا بكم عندنا اخوتي. والله يرحم لي مات ست الدراري ماتوا مساكن في طريق العرايش، دراري طنجه ومساكن. وكنتمناو من الناس اللي كيمشيو في الطريق بسرعه وهادي كيناقصوا، وراه كاينه الروح كدور اخوتي. وش غنقول لكم، وان شاء الله ان شاء الله غدا تكون رابحه الرجاء، حتى الرجاء فهمتي. واخا طنجاوي حقا الرجاء شي حاجه كيبو عالمي، ضروري نطلع نتفرج. وانا من محبين كره القدم في طنجه، وان شاء الله يكون، ان شاء الله كنتمنى يكون الجمهور يجي يحضر، واي فريق اي فريق في الوطن ولا خارج الوطن يلعب في طنجه خصنا ضروري نجيو نشجعوه ونحضروا. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كتعرفوا ان مدينه طنجه هي واحد المعلمه تاريخيه، قبل كل شيء اصبحت الان هي واحد المعلمه رياضيه اللي اضفى الصبغه الرياضيه على هذه المدينه، هو الملعب الكبير ملعب ابن بطوطه اللي كنشكروا اللجنة الدائمة والقائمة على الرياضة بهذه المدينة. وكمشجع وكمحب لفريق اتحاد طنجة ومحب للكرة المغربية، كنرحبوا بنادي الرجاء البيضاوي والوداد فاس على إقامة المباراة في مسابقة كأس العرش. فمرحبا بالجماهير معان، وحنا كحضور غادي نشاهدوا المباراة، وكنتمنوا إن شاء الله يسود واحد الجو الرياضي ويطمئن كذلك المحبة والمودة والسرور، ونكونوا نموذج يحتذى به كما كنا وغادي نبقاو.